ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. جايلكم النهارده بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، انزلي حالا اعملي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. جايلكم النهارده مش لوحدي، جايلكم مع قناه مشتريات زوزو. بصوا انا مش هتكلم عنها كمثلا واحده كده وخلاص وبعمل معاها تعاون وكده، لا بجد شخصية محترمة جدا، ذوق جدا، حاجتها تحفة 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 بجد. اول ما تقولوا كلمة مشتريات احنا بنتكلم على مشتريات زوزو على طول. اجمد واحدة بتعمل مشتريات في اليوتيوب كله. ان شاء الله قناتها يعني هتكبر جدا وهتبقى زي العسل، وهي اصلا زي السكر، وهي صاحبتي كمان ومن الناس اللي انا بحبها جدا. ادخلوا قناتها اشتركوا فيها بجد، قولوا ان انتوا جايين من عند ميرا. قناتها تحفة ومش هتندموا ابدا ان انتوا دخلتوا عندها. بتعمل مشتريات تحفة جدا، بتتكلم في موضوعات تخص البنات. ادخلوا عندها وقولوا ان انتوا جايين من عندي. اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة عندها، ده الاهم يعني. طيب ندخل بقى في الفيديو بتاعنا. المشتريات بتاعتي جايبة النهاردة مشتريات بسيطة خفيفة لطيفة كده. تعالوا نشوف جبت ايه النهارده. طبعا اللي متابعني عارف ان انا جبت مشتريات كتير جدا ونزلتها على القناه قبل كده. روحوا ارجعوا للفيديوهات القديمه. اول حاجه جبتها وتكمله للبلاستيكات اللي عندي، جبت انا 2 بلاستيكات، قلت هجيب 4 بس في جهازي. دي تالت واحده. انا هحاول كده ارجع لورا عشان تشوفوا اكتر، او استنوا هحاول اظبط الكام. حاولت كده بعد شويه اهو. دي كده البلاستيكه اللي هي، بصوا انا مش عارفه انتوا شايفين الخامه بتاعتها ولا لا. الخامه بتاعتها اللي هي مش بتقشر، بصوا من جوه، هي من ماركت، هي ميد ان تركي اولا، يعني من ماركه اسمها يو ار في اي تقريبا، او يور مش عارفه، بس شكلها غريب كده. انا جبتها لون الكشميري، مش باين في الكاميرا بس هي لون كشمير غامق. انا حابه ان البلاستيكات اللي عندي تبقى شكلها شيك وفي نفس الوقت تبقى يعني عمليه وكده، فشايفه ان دي خامتها كويسه وشكلها كمان شيك. تمام. انا مش عارفه الكاميرا مالها، هحاول اظبط كده الدنيا. عليكم. تاني حاجه انا جبتها، المفروض ان انا جبت حاجه كده، كنت جايبه ملاحات تركي واتكسرت مني، هوريها لكم. وهي الست محترمه جدا هتبدلهم لي. وجبت ده، اكيد طبعا شفتوا فيديو التسريحه الخشب اللي انا جبتها. التسريحه دي كانت غاليه، فقلت طبعا عايزه حاجه كمان للتسريحه لو اتبقى عندي حاجات كتير وكده، فعايزه ارصهم فجبت دي اهو. ده شكلها، بصوا من هنا بتبقى مفتوحه ازاي، مفتحه كده ان انت تحطي حاجات على التسريحه بتاعتك، الاي لاينر مثلا، الاي برو مثلا، الفاونديشن هنا مثلا، والدرج ده لو عندك اكسسوارز زياده. انا جايبه حاجه للاكسسوارز اوريدي، فدي مثلا لو عندي حاجه زياده وكده ومش لاقيه لها مكان، فانا هضطر ان انا ارصهم هنا. تمام. دي برضو كانت حاجة من اللي انا يعني، بصوا يا جماعة لما بجيب حاجة بحس كده ان انا خلصت من همها، ارتحت منها كده يعني. والله بصوا بقى جبت ايه. جبت ده كفر الميكروويف. انا جايبة الكفر قبل الميكروويف، يعني ما تفهموش دماغي متركبة ازاي. ما عليه، انا كده كده هجيب ميكروويف، اول ما اجيبه لازم اصوره لكم، لازم يعني. تعرفي مبأخرش عليكم حاجة. بصوا ده شكله من جوه اهو، ده شكله، ده كده بيتحط من فوق كده واللي يجيب من هنا، هحاول اوريكم، بلخبط نفسي، يجيب من هنا كده من الناحية دي ويجيب من الناحية دي، فاهمين الفكرة بتاعته عاملة ازاي؟ طب وشكله جميل ورقيق خالص. بصوا حبيته، لا انا حبيته. انا عايزه اقول لكم الاسعار بصراحه، لو عايزين الاسعار بقولوا لي يا ميرا، قولي بالاسعار لان انا ممكن اكتب لكم مش عارفه انسى، بس انا هحاول كده افتكر. البوله دي كانت ب 55 جنيه،
ده ب25 جنيه تقريبا، 25 جنيه. ده برضو ب25 جنيه. طيب نشوف ايه. يا لهوي الدنيا هنا. بصوا بقى، جبت الشجرة دي للإكسسوارز. الشجرة دي زي ما انتم شايفين الفكرة بتاعتها، ان انا دي كده اللي هي القاعدة بتاعتها، دي كده من تحت بتتركب في القاعدة، وبالتالي بيبقى شكلها كده. انا اللي طالبة لون البينك طبعا، وبحط هنا الساعات، وبعلق هنا بقى السلاسل، الانسيالات، الحلقان، ان زي ما انتم شايفين هي كده. وبحط البريمة من ورا، يعني بحط الحلق هنا كده، بقوم جاي حط البريمة من ورا. دي كانت من الحاجات اللي انا بجد كان نفسي اجيبها. دي عاملة 75 جنيه، بجد كانت من الحاجات اللي انا نفسي اجيبها، ودي كانت اخر قطعة عند الست، وما شفتهاش بقالي كتير، ما بشوفهاش عند حد. فلما لقيتها طلعت انا عايزاها، كانت اخر قطعتين، وبعد كده بقت اخر قطعه، قلت لها لا احجزيها لي بقى خلاص، يعني الموضوع كده خرج من ايدي، فقلت لها احجزيها لي. حجزتها لي بقى وجبتها زي ما انتم شايفين كده. اهو ده شكلها. طيب نيجي بقى على حاجه برضو كان نفسي فيها جدا، وكنت هموت عليها، وكنت مستغربه شكلها. هي ده الكسترات دي، كستر. هما اتنين مع بعض، المفروض ان هما كسترات للحاجات السخنة وكده. دول كده اتنين على شكل فراولة، الاتنين كانوا عاملين 25 جنيه. اهو ده شكلهم، تحفة تحفة تحفة، يعني بجد من الحاجات اللي عجباني جدا واللي بحبها جدا. يعني بصوا، الديكورات هي اللي بتحلي البيت، ف هي هتحلي بيتي اكيد. انا متأكدة ان الحاجات اللي بختارها شكلها حلو، بتدي لمسة برضو للبيت شكلها حلو. فجبت اول اتنين بالفراولة كده، وتاني اتنين جبتهم بالاناناس. باين عندكم صح، هي سالي كنت بطلع لكم. مشكلة ان هي بتدخل بالتلازيق وبالتعبيك والكلام ده يعني. ودول برضو اتنين ب25 جنيه، ما يبانوش ان هم اتنين، بس انا لو فتحتهم لكم كده هيبانوا. هلا ادوني صورة بقى. طيب انا هوريكم بقى الحاجة اللي اتكسرت، وبعد كده هوريكم، ولا هوريكم السليم الاول وبعد كده اخر حاجة اللي اتكسرت. نسيب اخر حاجة عشان كده كده هبدلها ان شاء الله في فيديو المشتريات اللي جاية اوريهم لكم. طيب حاجة كنت هموت عليها بجد بجد بجد، الحمد لله ان انا جبتها، كانت هم ونزاح من على قلبي. صينية ايكيا، اهو فكيتها لكم اهو. بجد من اجمل الحاجات اللي انا جبتها اساسا في جهازي. الصينية رقيقة جدا، شكلها شيك. يعني انا تخيلوا مثلا انا ماسكاها كده وبقدم فيها، او انا بفطر فيها، فهتديني نفس كده لبقيه اليوم. والجوزي بقى لو بقدم له حاجه فيها فنفسه كده هتبقى مفتوحه. فبجد تحفه جدا، يعني بجد من الحاجات اللي انا فرحانه قوي 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 اللي انا جبت. انا بفرح لما بجيب اي حاجه على فكره، تبقوا عارفين جهازي بقى وعروسه وكده، بس دي انا فرحت جدا ان انا جبتها بجد. جايبها بكام؟ انا مش فاكره انا جايباها بكام، بس هي كانت غاليه مش رخيصه. اهي شايفين شكلها. انا ما جبتش غير صينيه واحده شكل فروشه وريتها لكم، وجبت الثلاث صواني اللي هم الازاز دول اللي هم اللي شكلهم حلو بس كده، وجبت دي. فبرضه ناقصني صواني، هجيب ثلاثة كمان وخلاص كده، يعني ثلاثة بس اشكال مختلفه، مش بتوع ايكيا برضه ولا الكلام ده. عايزه اجيب واحد ايكيا صغير. طيب وجبت ده لون البيجامه اللي انا لابساها، ده اللي هو اللي بيتعلق عليه. هو شكله يبقى شكله كده اهو، بيتعلق في الحيطه بشنيور مع المسامير بتاعته كده، وبيتحط عليها المقص والسكاكين والحاجات دي. تحفه جدا جدا جدا، عجبني. هي جابت لونه اصفر، مع اني كنت عايزاه بينك او لبني. اسمع لي، الاصفر برده هينطق المطبخ، الاصفر من الالوان اللي انا بعزها. طيب نيجي بقى على اخر حاجه، والحاجه اللي اتكسرت مني واللي انا زعلت عليها جدا جدا جدا. بصوا بقى، اهو
ده شكله، دي ملاحات كوب كيك اتكسرت، يعني مش اتكسرت مني، هي اتكسرت المندوب هو جاي تقريبا كسرها او حاجه زي كده، فانا كلمتها على طول. المفروض شكلها بيبقى كده ملاحات وبيجي معاه طبق صغير وبيجي معاه ملاحه تانية، فكلمتها على طول قالت لي انا اسفه حقك عليا، والمندوب لما يجي يجيب لك الاوردر اللي جاي هخليه يجيب لك الجديده وانا هاخد القديمه. بصراحه ست محترمه جدا يعني بجد، ربنا يخليها يعني. ف هتبدلها لي، دي كانت من الحاجات اللي اتقهرت عليها وزعلت عليها، بس لما لقيتها خلاص الموضوع هيتصلح وهي هتبدلها لي فقلت عادي خلاص، مزعلش نفسي ولا اقهر نفسي ولا اي حاجه من الكلام ده، قلت اتس اوكي يعني. فاهمين؟ بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الحاجات اللي انا جبتها ما تنسيش تعملي لي لايك وتفعلي زر الجرس على علامه الكل عشان تشوفي مشترياتي الجديده وتشوفي فيديوهاتي الجديده. باي باي.